أهلا، أهلا بحضراتكم في موجز إخباري جديد يأتيكم من صباح البلد. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن أن الأسابيع المقبلة ستشهد تسلم مصر الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع صفقة رأس الحكمة، وذلك بالتزامن على العمل على الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ التزاماتها المختلفة في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة من خلال تيسير الإجراءات وتذليل أي تعقبات، وذلك حتى يتسنى الإسراع ببدء تنفيذ المشروع التنموية المختلفة. كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن تقديم مشروع الموازنة العامة للحكومة إلى مجلس النواب يوم الأحد المقبل بإجمالي مصروفات تبلغ 6.4 تريليون جنيه وإيرادات 5.5 تريليون جنيه. وقال معيط أن الرئيس السيسي وجه بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيها، منها 144 مليار جنيها لدعم السلع التموينية و154 مليار جنيها للمواد البترولية، إضافة إلى 215 مليار جنيها للمعاشات و23 مليار جنيه لدعم الصادرات و40 مليار جنيها لتكافل وكرامة. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب التي تعصف بها حاليا، واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ الطلعات الجوية اليومية لأعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على القطاع. يأتي ذلك بالتزامن مع إقلاع طائرات النقل العسكرية المصرية ونظيراتها الإماراتية من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لكميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثية على شمال غزة. ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قصفا إسرائيليا استهدف فجر اليوم مباني سكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة، وأضافت أن ذلك تزامنا مع إطلاق آليات عسكرية إسرائيلية النار في محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة الذي تحاصره قوات الاحتلال وتقتحمه منذ أسابيع. كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مركز تجاري بجوار مركز شرطة مخيم جبلايا شمال قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 مجازر في القطاع راح ضحيتها 76 شهيدا وما يزيد عن 100 مصاب خلال الساعات ال 24 الماضية. وأضافت أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع والمستمرة منذ 7 من أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 32,490 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 74,889 مصابا. أكد البيت الأبيض أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على إعادة جدولة اجتماع مع الولايات المتحدة بشأن رفح، وأضاف أنه يجرى حاليا العمل على تحديد موعد مناسب للجانبين لعقد هذا الاجتماع الذي سيكون مخصصا لرفح، وسط توقعات أن يكون الأسبوع المقبل. كان نتنياهو قد ألغى الرحلة المكررة للوفد الإسرائيلي هذا الأسبوع للولايات المتحدة عقب امتناعه عن استخدام الفيتو خلال التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ميثيو ميلر أكد مجددا أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح ستكون خطأ كبيرا، وأضاف ميلر في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة لا تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن ما يمكن أن تدعمه واشنطن هو عملية محددة في رفح تستهدف كتائب حماس المتبقية دون إعاقة المساعدات الإنسانية. وكان البيت الأبيض قد حذر من أن المضي قدما في هجوم بري كبير في رفح سيكون كارثة حقيقية. أعلنت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية استقالتها احتجاجا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها على قطاع غزة. وكانت أنيل شلين تعمل في منصب مسؤولة الشؤون الخارجية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعتبر هذه الاستقالة الثانية لمسؤولين في الخارجية الأمريكية احتجاجا على سياسة الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة بعد استقالة جوش بول الذي كان مسؤولا عن عمليات نقل الأسلحة إلى الحكومات المختلفة. أيرلندا تعلن أنها ستنضم لجنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وأشار وزيرة خارجية أيرلندا مايكل مارتن لدى إعلانه عن هذه الخطوة إلى أن ما يحدث في غزة الآن يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع. وأكد مارتن أنه يتعين التصدي لمنع المساعدات الإنسانية عن غزة واستهداف المدنيين والبنية التحتية والاستخدام العشوائي للمواد الناسفة في المناطق المأهولة بالسكان. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تزويد الدول الغربية لأوكرانيا بمقاتلات F-16 لن يغير الوضع في ساحة المعركة،
وأضاف بوتين أن موسكو ستأخذ بعين الاعتبار في تخطيطها العسكري أن هذه المقاتلات يمكنها حمل أسلحة نووية، وحذر بوتين من أن إطلاق هذه الطائرات من أراضي دول ثالثة سيجعلها هدفا مشروعا في ظل العملية العسكرية الجارية. وأكد بوتين أن مقاتلات F-16 سيتم تدميرها على غرار جميع الأسلحة والمعدات الغربية الأخرى التي تم تسليمها إلى كييف. مشاهدينا، إلى هنا ينتهي موجزنا الإخباري. إلى حالة الطقس، ثم عودة مرة أخرى لاستكمال باقي فقراتنا.